جينا يا ياسين بين هلال ونصر، امس تكلمنا عن مغادره الهلال، اليوم نتكلم على مغادره النصر. معنا مذيعنا النشط جدا في هذا الودعان، عمل مقابله مع حسين عبد الغني، اسمعوا شيال. والله شوف، اي فريق يبحث عن البطولات والفرق الكبيره ما تدور اعذار، ما عندنا اي عذر ولا لنا اي عذر ايا كان، فاحنا رايحين جاهزين ايا كانت ظروف الفريق او ظروفنا. في الاخير هي كره قدم، يعني حتتلعب 90 دقيقه، اهم في الموضوع انك انت تحقق انتصار وتتاهل للمرحله الثانيه. لكن مساله انه انت تشوف الطرف الثاني مثلا انه عنده غيابات، احنا عندنا غيابات، لكن هذه نهائيا ما هي اعذار. من الاهداف الكبيره طبعا نادي الانديه الكبيره زي نادي النصر، اكيد كل البطولات بالنسبه لهم اهداف، واسي اكيد يعني هدف لاي فريق يعني، والهدف وهدف كبير لاي فريق يعني بيشارك في البطولات القاريه بيكون من الاهداف الكبيره. الحمد لله طبعا من اللعيبه والنجوم الكبار والهدافين، وانت عارف الان الهدافين خلينا نقول ان هم عمله صعبه يعني في الوقت هذا، فاكيد وجوده مهم، غيابه عن المباراه هذه بيكون يعني ممكن مؤثر، لكن انا متاكد ان شاء الله باذن الله تعالى اللي حيادوا في المباراه هذه حيكون لهم مستوى. كل الشباب لعبوا مع بعض، سوينا الاعداد مع بعض فتره طويله، يمكن ما دخل على المجموعه الجديده اللي نسلمه. انا اللي الرساله اللي بوجه لهم انه بقول لهم باذن الله تعالى انه نجومكم ما حيبخلوا عليكم، خلوا ثقتكم بالله ثم في لعيبتكم كبيره باذن الله تعالى، هم حيسعدوكم.